عصريا معنا عبر الهاتف السيد منذر كبير. الو على السلامة نوفل. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا. انا جو سوي تري مالاد اليوم، حد جاي ما مشى مع المنتخب ياريا سورتو سي جلال ما مشاش. لا بلانك جلال ما مشاش اصلا. جلال مش موجود ماش على البنك. شفنا تصوير متغشش هكا. لا متغشش لا يرجع فيه. هذاك حوايج بودي ما قرنها ما ثم حد شيء. من ياريا ما ثم حد شيء معناه اليوم اور لا بلانك ما ثم لا ستاتيستيك لا ثم فورماسيون لا ثم لون تام دو ماتش ما ثم حد شيء لا اخلاق لا ثم حد شيء. على الاقل ما نسينا كلمه ستاتيستيك. ما عندناش ستاتيستيك اليوم ولا والمشكل اليوم الجماعه كوريا معناتها طالعين هابطين ما خدم شيء معناتها كور حمر ما ثم حد شيء معناه يذبوا جماعة كوريا التيران تقول كوري معناتها حاجة انكرويابل وستاد احمر معناها جهنم ماتش جهنم مش نورمال ماتش جلال ما تحركش ساكن قاعد ركزوا عليه زوز عصافر مشى في بالهم شجرة ياسمين كلموه راكح الاخطاء الدفاعية انا بصراحة الاربع اهداف الخطأ الاول خطأ الجول يضحك ثم مدافع ضد مرماه والبونتو الاخريني كيفاش كرة البونتو الثالث هذاك دخلوا بعضهم بونتو الاخريني كيفاش كرة فاتت المدافع يعني الاخطاء الدفاعية استاذ صافي سعيد ولا شيء يعني بعد يعني مقابلة مصر واش قال؟ قالوا شنو كاس افريقيا كاس افريقيا شو؟ شو كاس افريقيا يعني؟ انت ولا شيء ولا عندك دفاع ولا عندك وسط انا شفت جيبوتي كيف اصبح شوف رواندا ومش تلعب مع شكون مش تلعب حتى موريتانيا مش موريتانيا ما جاتش معنا ما جاتش معنا موريتانيا مصيبه كبيره يا اخي مصيبه شو باش تربح جنوب افريقيا مالي باش تربح مالي مره اخرى مالي ويجيبوا كازوي مره اخرى ويزفر لك في الدقيقه 75 شو يعني مثل ما وافي ولا شيء يعني هذا ماتش كيتش وهذا مدرب كيتش ما في ولا شيء انا ساكتب كتاب على هذا جلال القادري ساكتب كتاب المدرب الذي فشل في النجاح يعني قول لنا يعني شوف استاذ نوفل يعني وكي نربحوا اليابان في بلاش شو تربح اليابان شو شتن مولا تربح وارو ربحته وما عاد وشو تربح يعني اليابان ربحناها شو واش تكلم فيها بلال مسلم يعني المنتخب اليوم غير قادر انه يفعل ولا شيء بصراحه واضح واضح يلا شكون يحب يلخص لي الماتش نحكيوا عليه في دقيقه ماتش للنسيان